افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء ملتقى الطاقة المستدامة الدولي الأول الذي ينظمه مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار تعزيز الطاقة المستدامة في مملكة البحرين بحضور أكثر من 500 مشارك من داخل وخارج المملكة. مبادرة رائدة انطلقت لتبحث آخر التطورات في العالم في مجال الطاقة المستدامة، فجاء الملتقى الدولي للطاقة المستدامة ليستعرض الجديد في هذا المجال لضمان تنفيذ خطط العمل الوطنية التي أعدها مركز الطاقة المستدامة. في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بتنويع مصادر الطاقة بزيادة الاستفادة من الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، قام مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية بتنظيم أول مؤتمر ومعرض للطاقة المستدامة في مملكة البحرين، ونحن سعداء أن نرى هذا العدد الكبير من المشاركين لأول مؤتمر من هذا النوع في مملكة البحرين. فالمشاركة الكبيرة حوالي 500 مشارك، وجميع الأكشاك العرض في المعرض كلها حجزت، يدل على توعية أصحاب الأعمال والأشخاص عن أهمية الطاقة المتجددة اليوم. هذا الملتقى تناول فكرة تعزيز قاعدة المعلومات وتحسين قدرات الجهات المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الوعي بأهمية اعتماد الطاقة المستدامة كطاقة بديلة تعتمد على المصادر الطبيعية المتجددة. الطاقة المتجددة أصبحت الآن رديف للطاقة الأحفورية، وخصوصا أن كلفة الطاقة المتجددة مثلا الطاقة الشمسية انخفضت حوالي 80% في السنوات الخمس الأخيرة، ولذلك قامت حكومة مملكة البحرين بالموافقة على إنشاء مركز الطاقة المستدامة، وحددت أهداف وطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. الأهداف الوطنية التي تم الاتفاق عليها هي 5% من الطاقة المتجددة بحلول 2025، تزيد إلى 10% بحلول 2035. وكفاءة الطاقة، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة هي هدفها 6% بحلول 2025. إذا حققنا الهدف، ونحن واثقون بتحقيق هذا الهدف، فهناك بيكون توفير حوالي 230 مليون دينار سنوياً من نفقات الحكومة بحلول 2025. هذا الملتقى منصة تلتقي من خلالها الرؤية الوطنية والأهداف للتنمية المستدامة بخطط الطاقة النظيفة، ليعزز بذلك مبدأ الشراكة التي هي عنصر أساسي لتنفيذ تلك الخطط. هذا الملتقى يعد فرصة فريدة من نوعها، على اعتبار أنه منصة لتبادل الأفكار ونشر المعرفة، ليكون لها دور في تعزيز كفاءة مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.